ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني كما تابعت بعد قرار الكنيسة الإسرائيلية بحظر أنشطة الأونروا وأيضا هدم أحد مقراتها، لدينا الآن في القاهرة في جامعة الدول العربية اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين هناك من أجل بحث هذا الأمر وتبعاته الخطيرة في الحقيقة، وما يمكن أن يقدم من أجل إعادة مرة أخرى المساعدات إلى هذه المنظمة. يعني كيف تابعت هذه ردود الفعل من الدول المشاركة في اجتماع اليوم؟ يعني يجب في البداية يعني التذكير بأن هذا الاستهداف الذي تقوم به دولة الاحتلال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأونروا هو استهداف ليس بجديد، هو قديم، ويندرج هذا الاستهداف في إطار السعي لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وأيضا العمل على تصفية الحقوق الوطنية، حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة الذي كفل بالقرارات الدولية وخاصة قرار 194. تتعرض طبعا كما هو معروف الأونروا تتعرض منذ سنوات طويلة لهجمات متتالية لتصفية وجودها ولتصفية عملها في الأراضي الفلسطينية، وأيضا لتجفيف مصادر التمويل الخاصة بها، وشاهدنا كيف عملت على ملاحقة العاملين فيها ووصف هذه المنظمة بالإرهاب وبأنها تساند منظمات إرهابية وغيره من هذه المصطلحات، بالإضافة إلى قتل أكثر من 230 عامل من العاملين في المجال الإنساني التابعين لها، واعتقال أيضا العشرات منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. وتعرضت مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كبقية المرافق في قطاع غزة للتدمير، وأيضا منعت من إيصال المساعدات الإنسانية. هذه كما ذكرت يعني هجمة وخطة، جزء من خطة يعني وضعتها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وإن دل هذا القرار الذي اتخذ منذ يومين إن دل على شيء، فإنما هو يدل على يعني قضايا عديدة. القضية الأولى وهي كيف هذا المجتمع الإسرائيلي تفشت به الفاشية إلى أبعد حدود. نحن كنا صحيح. نتحدث فقط وهو ما يجعل يعني دكتور عائد السيناريوهات مرعبة في الحقيقة. يعني كل لحظة يتم فيها استهداف أرواح هناك من المدنيين، كل يوم جديد نتابع قرارات غاية في الوحشية وأيضا التمادي ضد كل الأعراف الدولية والإنسانية والقوانين والدساتير. إذا إلى أين سنصل بهذا يعني التوحش الإسرائيلي، هذا الكيان في الأساس المحتل؟ من الطبيعي أنه ينتهك كل الأسس يعني أو الخطوات من أجل الإبادة الجماعية، ولكن لابد من عالم عاقل من أجل إيقاف ذلك. يعني هذا ضد الإنسانية جمعاء في الحقيقة. يعني هذا صحيح، ولكن كما هو معروف يعني دولة الاحتلال لا تكترث هذه القوانين ولم تعطي أي اهتمام للمجتمع الدولي أو للدول الغربية بشكل عام. يعني حتى هذه الدول والمؤسسات الدولية إن كانت تحترم نفسها فيجب عليها أن تقوم ببعض الخطوات الآن، وخاصة أن هذا القرار هو تعدي ليس فقط على القانون الدولي وإنما تعدي أيضا على الأمم المتحدة ومؤسساتها. مؤسسة الأونروا هي مؤسسة تابعة وتتلقى تمويلها من الأمم المتحدة، فيجب على هذه الدول إن كانت بالأساس تحترم نفسها وتحترم قراراتها يجب أن تقف سدا وأن تأخذ قرارات لطرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة. هذا هو أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الدول، ولكن للأسف الشديد يعني الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة في هذا العدوان وفي حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وأيضا تواطؤ الدول الغربية الأخرى سواء بالقرارات السياسية وتوفير حماية لدولة الاحتلال أو دعمها بالأسلحة وغيره، كل ذلك يشكل حماية لدولة الاحتلال. لذلك علينا نحن كفلسطينيين وكعرب أن نتحرك سريعاً، أولاً لحماية يعني ليس لحماية منظمة الأونروا كمنظمة، ولكن بما تعنيه معنى سياسي الحماية حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق قرار 194، وأيضاً تأمين التمويل الكافي واللازم لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في المناطق الخمس. نحن نتحدث عن 5 مناطق تعمل بها
هذه الوكالة، نتحدث عن قطاع غزة المكلوم الآن والذي يتعرض لإبادة، نتحدث عن الضفة الغربية التي أيضا تتعرض مخيمات اللاجئين لاجتياحات بين الحين والآخر، نتحدث أيضا عن لبنان المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا والأردن أيضا تتعرض الآن لهجمات ولتدمير وتعرضت في الصادق، نتحدث عن ملايين اللاجئين في الأردن وكذلك في سوريا. هذه المناطق الخمسة التي تعمل بها الوكالة يجب على الدول العربية التي تجتمع اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالإضافة إلى القرارات السياسية والتي يجب أن تتخذها والمتوقع اتخاذها، يجب أيضا أن توفر يعني تمويلا ماليا كافي لعمل هذه الوكالة خلال الفترة القادمة. هذا هو المأمول، بالإضافة أيضا وبالطبع بالإضافة إلى الخطوات السياسية بالعمل مع الدول الغربية وغيرها كما ذكرت، للعمل على تجميد وطرد دولة الاحتلال من عضوية دولة الاحتلال من الأمم المتحدة، وأيضا وألا يعامل هذا الكيان المحتل كأي دولة طبيعية أو أي دولة يعني كما كانت تدعي في السابق حقها في السلام وأن تعيش في سلام، ولكن هي من تحدث الاضطرابات حقيقة داخل الوطن العربي وفي العالم أجمع. شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، شكرا لك.